موضوع الاحتكار موضوع يشغل بال الكثيرين ويثار كل فترة كلما تنقطع سلعة أو يكثر الطلب عليها. والاحتكار يعني تدور معانيه حول حبس السلعة أو حبس الطعام أو ما يتضرر به الناس، حبس تلك السلعة حتى يرتفع سعرها وتباع للناس بسعر أكثر. فهذه السلعة أو القوت إذا يعني في أدق التوصيف، حبس هذا القوت وقت الحاجة إليه إلى وقت يرتفع فيه السعر، فهذا المفهوم تدور حوله أنواع الاحتكار، وهذا أمر نهت عنه الشريعة الإسلامية لما يلحق بالناس من ضرر، فهذا يتضرر به الناس من إغلاء السلعة عليهم ودفعهم لأموال زائدة ومنع الأقوات ومنع الحاجيات التي يحتاجون إليها وعن بذلها بسعر مناسب عادل. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. وجاء في حديث أخرى في عند الإمام أحمد وفي المستدرك أيضا ما يفيد أيضا حرمة المحتكر الذي يقوم بهذا الأمر لما يسببه من ضرر على المسلمين. فجاء في الحديث: من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وهذا أمر يعني في غاية الخطورة يعني.